السلام عليكم. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، جريدة أصوات تستضيف المستشار الجماعي بجماعة ولاد الطيب ونائب الرئيس سيد محمد الشعيبي. بهذه المناسبة نبغي نطرح عليك سؤال، يعني بالنسبة للجماعة، واش يعني تتفعل الميثاق الجماعي فيما يخص لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، وكذلك بالنسبة لميزانية مقاربة النوع، يعني واش مخصصة واحد الميزانية للنساء المجتمع المدني اللي تشتغل في يعني من اجل تعزيز مكانة المرأة والمشاركة ديالها في الحياة العامة، واش مخصصة لها واحد الميزانية اللي فعلا كترفع من مستوى الأداء ديال هذه الجمعيات من اجل خدمة المجتمع المدني ومن اجل خدمة المرأة؟ أولا كنرحبوا بجريدة أصوات اللي تحتنا هذه الفرصة هذه باش نعبروا على واحد المسائل. بالنسبة للسؤال ديالك اللي تطرح بالنسبة للميزانية، كاين الميزانية حنا كمجلس دائما نطرح عدة أسئلة بالنسبة للمرأة، يعني بأن المرأة هي يعني نصف المجتمع، هي كائن حي، وحتى واحد المسألة أخرى هي هيبة بالنسبة للإنسان اللي كتزاد الدنيا كتسمى هيبة، بالنسبة للولد كتسمى عطية. حنا كمجلس دائما ربما على خاطر نجد كاين شي جمعية أو أربعة جمعيات دائما كنخسروا واحد الميزانية على حسب الميزانية ديال الجماعة، لأن الجماعة فقيرة على حسب الموارد المالية ديال الجماعة. وبالنسبة للجنة ديال أو لهيئة المناصفة وتكافؤ الفرص؟ بالنسبة عندنا كمجلس، حنا المجلس كيتكون تقريبا من 27 مستشار، ما فيهم 23 مستشار ذكور وأربعة إناث. كاين اللجنة ديال تكافؤ الفرص، هي عندها من خلال البرنامج ديالها المرأة مطروحة بشكل أساسي. بالنسبة للميزانية، بالنسبة لمحاربة الأمية، هذا ما الشيء اللي غادي نقول. وبالنسبة للبرامج يعني موجهة لمقاربة النوع، واش يعني كان عندها واحد الأثر يعني إيجابي على الحياة ديال المرأة القروية؟ كثر بالطبع الطابع المهم كاين محاربة الأمية، وكاين واحد الطابع في البادية النساء ما عندهمش هذيك الجرأة كالنساء مثلا اللي في الحواضر. كاين النساء هناك يعني هنا بالمناسبة هو هنا قرب المسجد الخير هنا، لا كاين واحد كنتكلم بالنسبة للدائرة ديالي، بالنسبة للدوائر أخرين ما عنديش اطلاع، مع أن كنهضر على الدائرة ديالي. الدائرة ديال الحشابة اللي بها 15 16، عندنا واحد مكتب هنا فيه واحد الطالبة هي اللي كتقري الناس، تابعة للجمعية ديال واحد الجمعية. أكيد على أن يعني محاربة الأمية هي أساس بناء المرأة، يعني بناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ولكن ما كتشوفش على أنه البرامج تلخصت فقط محاربة الأمية ونسيتوا المقاولة الذاتية ونسيتوا يعني تشجيع المرأة في يعني في الإنتاج، لأن المرأة القروية تقريبا 99% من الأعمال اللي كدار في القرية من سرح يعني من الراعي، من مجموعة ديال الأنشطة كتقوم بها المرأة يعني في القروية. ولكن اللي بغيت نقول يعني واش انتم ما كتشوفوش بانه هذه المراه خاصها تكون عندها مقاوله ذاتيه وتشجعوها باعتبار ان هناك برنامج للمقاوله الذاتيه؟ لا، بعد طرح واحد السؤال هنا، اللي جينا نشوفوا عدد النسمه ديال المنطقه، عندنا تقريبا ما يقرب على 40,000 نسمه، والنساء الاجماليه اللي حسب المطلب ديال التحفيظ عندنا 3400 هكتار. يعني اللي بغينا نشوفوا بان الجماعه عندنا من ناحيه المساحه ديال الارض عندنا المساحه قليله. إلا جينا نديرو واحد العملية ديال القسمة، كتلقى بأن كل فرد عنده يلاه 1000 متر، هذا ما يعطيناش واحد فرصة باش غادي نديرو شي شركة ذاتية أو مسائل. كاينة في الأفق بالنسبة لذاك المسح الطوبوغرافي اللي داز، بالنسبة الأراضي اللي بورية عارية، غادي تكون واحد الشراكة، إما غادي تبناوها إما بنظام ولاد المنطقة. لا يعني لا يعني المالكين او لما قدوش، لان على حساب لو فون لما عندهمش موارد ماليه، يمكن يدخلوا ناس اخرين على اساس يشجعوهم ويشوفوا على حساب ويشوفوا النوعيه ديال التربه ويشوفوا الزراعه الصالحه للمنطقه.
اسمح لي بغيت نطرح لك واحد السؤال هو خاص بالمراه يعني، وهذه اشكاليه كتطرح على مستوى العقار، هو انه حنا عيننا كجريده اصوات مجموعه ديال المشاكل في السلاليات والتعاونيات، وكانت المراه يعني ضحيه لهذا يعني هذه المساله ديال العقار. هل ممكن زعما انت كمستشار وعن يعني عندك سياسه القرب مع مع الساكنه، واش ما كيبان لك زعما انهم تجبروا واحد الحلول من اجل انه يعني هذه المراه هذه يتم انصافها، خاصه بعض الملفات العالقه واللي هي يعني خطيره كتبين على انه كاين هناك ظلم واجحاف حق المراه السلاليه ولا المراه اللي عندها تعاونيه. هو اللي كان هو كان هذه الاراضي كتسمى اراضي الجمعه، هذه الاراضي الجمعه كانت ضمن الدار 1919، وهذا 1919 على حسب العرف اللي كان قبل، اللي كان قبل 1919 هذا كان واحد فصل 4 كيقول منع يعني منع التفويت منع التقادم منع الحج، يعني هذه الملك هذه الارض هذه يعني اصلا ماشي ملكيه ديال الافراد، عندنا غير حق الانتفاع. العرف اللي كان هو بان كيورثها غير كينتفع غير الذكر. دابا حاليا خلال المناظره الوطنيه اللي كانت الصخيرات والكلمه اللي قال سيدنا نيسان، القرار اللي قال سيدنا يعني ديال جو بونس مثلا 8/9/2015 في المناظره الوطنيه قال بان باش تعمم التمليك، وكان الدوره ديال البرلمان 2018 كان سيدنا اللي لح باش هاد الارض هادي تملك باش كلشي يستافد باش تكون إيراثة. بالعكس ملي كان الدار ديال 1919 ما كانش كيخدم حتى ولا حتى الذكور اصلا، حتى الذكور اصلا يعني اللي بغى يدير مثلا يبيع شي قاعه ارضيه ولا شي حاجه كيمشيو غير ما كيمشيوش عند حر العقود عند يعني بعد الظاهر ديال 1919 بعد الدستور 2011 يعني الدوله خصت بان يعني لقاو عده مشاكل والمحاكم عامره بهاد الملفات بهاد القضايا هذه. يلا عطاو بالنسبه للنوطير وبالنسبه للعذور او لا المحامين عندهم مهمه في المجلس الاعلى للقضاء، يعني هاد العقود ولات عرفيه، هاد العقود عرفيه غير صحيحه. دابا الدوله بالحكمه ديال صاحب الجلاله باش غتملك هاد الارض باش تطور، باش حتى اللي بغى يبيع شي حاجه او اللي بغى يبني ما يلقاش اشكال، لان كنا كنلقاو مشكله غير مع شواهد اداريه، وهاد المسائل ديما كنلحوها مثلا في المجلس، والرئيس ديما كيلح على في هاد القضيه ديال التحفيظ ديال هاد الارض ديما، وهاد البوست هذا راه طال تقريبا هادي 3 سنين و4 سنين هو كيلح هاد المساله هادي. وحنا من جات هاد المناسبه ديال سيدنا وهاد الاوامر ديال سيدنا دابا الحمد لله غادي تكون الامور مزيانه، حتى النساء غادي يستافدوا، لان هذا واجب شرعي ديال الإراثة. بهذه المناسبة يعني ديال اليوم العالمي للمرأة ماذا بينا نتكلموا على واحد الموضوع اللي هو موضوع يعني طابو اللي هو مسكوت عنه، هو العنف في الأسرة القروية. واش أنت كمستشار يعني أنا اللي كنشوف على أن مستشار جماعي تيكون ابن القبيلة ابن العائلة، يعني واش كانت هناك يعني شي حالات عنف اللي يعني تم الإعلان عنها، وكيفاش ممكن دبرتوها ليه بحكم أن ما كاينش مأوي ما كاينش مجموعة ديال الإجراءات اللي ممكن أنها يعني تساهم يعني في حل هذه المشكلة ديال العنف؟ السلاليين كتعرف بان لان هادو هنا دابا كنقولوا مثلا حنا الدائره ديال النيس، الدائره ديال فيها ولات كنقولوا ولات الشعيبي، لان اصل ديال الجد واحد، جد واحد. المساله ديال العنف ضد المراه ما كاينش الا لا كان شي مثلا شي جدال شي جدال، اما الضرب او شي حاجه بحال هكا ما كاينش بالنسبه، لان يعني في القله كيكون كل شيء واضح كل شيء باين، هو ابناء العموم كل شيء واضح. مثلا ملي كيكون خلط مثلا هذا من هاد الفاصله ولا من فاصله ولا من فاصله اخرى يعني ربما كيوقع فيها اشكال. هنا لا، بالنسبه لي هنا ما كاينش القضيه ديال العنف ضد المراه. غادي ندخل معك في واحد الموضوع اللي هو ديال الانتماء السياسي، يعني المراه واش يعني عندها انتماء سياسي، واش الاحزاب السياسيه كتقوم بالدور ديالها يعني في انها تشجع المراه على انها تدخل يعني السياسه، ولا كتعتبرها فقط اله من الات يعني التصويت و ماشي مشكلة ديال الآلة، يعني المرأة كشخص ما عندهاش ذاك الإلمام السياسي. واش هذا راجع لكم كأحزاب سياسية ولا راجع لطبيعة المجتمع؟ كأشخاص، لا كنشوف دابا ذكورا ما عندهمش ذاك الميول السياسي، وهذا الميول السياسي ضروري خص يدخل السياسة باش ينمي بلاده ويزيد لقدام، حتى التصويت يعرف أنا ما كيصوت،
ما يصوتش على اي مكان. هنا كنلقاو اشكال، لان يعني الوعي السياسي بحد ذاته راه مازال حنا في المغرب راه مازال ما وصلناش لواحد الوعي السياسي. كاين السياسه كاين. واش هذا راجع للاحزاب السياسيه ولا راجع للناس نفسهم؟ هي جمع الاطراف كامله بدون استثناء، الاطراف كامله. سي محمد الشعيبي ككلمه اخيره شنو اللي بغيتي تقول لنا؟ كلمه اخيره، هذه سنتين بالمجلس بالرئيس، وحنا كنجريو على القضيه ديال التصميم للدواوير، الدوار ديال بلاد بوعبيد والحشالفه وولاد موسى، التصميم ديال التحيه باش ننمو المنطقه، لان عندنا الارض قليله وعندنا النمو الديموغرافي كبير، النمو الديموغرافي كبير. وبقدنا المشكله عند ماشي مشكله، ولكن هو مازال في طور الانجاز ديال التصميم عند الوكاله الحضاريه، كنبغيو من الوكاله الحضاريه تسهل لنا الوتيره ديال التصميم. وشكرا. شكرا سي محمد الشعيبي على هذا الحوار الخاص، وكنشكرك جدا وكنتمنى لك مسيره موفقه ان شاء الله في الانتخابات المقبله. شكرا.